خلد عشرت أيامين وزحت أيامين وزحت أيامين وزحت أيامين وزحت أيامين في هذا ديمونش 9 ابريل 2023 الساعه راهي 6:05 دقائق قريب ان شاء الله باش نفطروا. نقول لكم دافونس صحه فطوركم بور لي جون لي ما صاموش نقول لكم صحه ومنسينو ان شاء الله مسبقا تطلعوا في هذا لا فيديو الثانيه كيما تكلمت قبيل وكيما شفتوا سير ما باج فيسبوك حطيت كلك فيديو نتاع صاروا في حوادث حتى صارت في ألجي وبالضبط في لابلاس أودان وين بلدية الجزائر الوسطى داروا عشاء فطور سيقولي عشاء وفطور يسمع حتى كانوا ناس ما همش حتى صايمين وجاو كانوا ناس معاقبين برك جاو تعشاو جاو كانوا دي زيترونجي ثاني جاو كيما قال واحد كانت لوغانيزاسيون مليحه يعطيهم الصحه بلديه الغروند الجي بلديه الجزائر الوسطى. هذا العشاء هذا اللي يسميوه فطور تاع الفطور يديروه كل عام مي سامبلومون دوكا عندهم وقيلة قريب 2 ولا 3 زون ما داروهش. علاش؟ من نهار بدا الكوفيد حبسوا ما يديروش عشاء كيما هكذا يعني جماعي وين يجيو ناس يقعدوا في وسط المدينه ويتعشاو ويتلاقاو ناس احباب وصحاب ويضحكوا ويلعبوا ويغني ويسمعوا كيما البارح كان فيها النهار الجمعه
في الليل كان فيها الهشمي قروابي اللي رجع لابلاس اودان، والناس تمتعت بالغناء تاع الهشمي قروابي ربي يرحمه، وشطحوا ناس وكما قال واحد، وفيها عائلات وفيها منا ضغوط شويه على المنظمين، وين قالوا لهم لازم نديروا طابله نديروا فيها النساء وطابله نديروا فيها الرجال، ويعني مازلنا ما خرجناش من الحلقه هذه نتاع هاد الناس الدواعش هادو اللي كما قال واحد لا غالب، يعني المخ نتاعهم عندهم مخ تاع دواعش، الدعشي هكذا الدعشي. شوف في المراه كما قلت لكم، مراه نتاع كوزينه، مراه نتاع تجيب الاولاد وتقعد ترونكيل، مراه ما عندهاش حق تخرج، ما عندهاش حق تتعشى، ما عندهاش حق تخش القهوه، ما عندهاش الحق تقعد في الطابله مع انسان، مع صديقها، مع الزوج نتاعها، مع ما عندهاش حق. الوغ قريب 2000 واش 2000 واش الناس اللي جات تعشات، يعني وكانت يعني لحظات يعني ممتعة. الناس يعني سي با كيما يقولوا هما الماكلة، الناس ما جاتش على الماكلة، كانت الناس عندهم الماكلة في الديار نتاعهم وجاو فطروا. سادير سي لومبيونس سي فو فولي سي لومبيونس، الناس حبوا يغيروا الجو ويتلاقاو مع ناس يضحكوا يلعبوا، هذه هي اللي بهموش. صح كان الناس مساكن ما عندهمش اللي فطور هذيك الليله هذيك وجاو مساكن فطروا، كان الناس دي ستخونجي كانوا ثم عاقبين ديال التوريست يصوروا كي شافوا من قال لك حنا اسكو نقدروا نجيو، بيان سور قال لهم لازم هذه مديرها لكم انتم باش تجيو سي نورمال. جاو عجبهم الحال وصوروا خداو داروا دي ذكريات دي فوتو. كانوا ناس دواعش حبوا يديروا مشاكل، حبوا كيما قال واحد يطوروا النميمة في وسط الناس، وهذا لا يجوز، وحنا في رمضان وحنا بلد مسلم، وحنا يا ولدي واش راح نقول لكم، حنا في رمضان وحنا بلد مسلم وحنا امي واش درنا واش درنا برك واش درنا، كي ناكلوا نفطرنا في البرة لا يجوز ولا كيفاش؟ قالك لا يجوز الاختلاط. ها ولدي واش من اختلاط؟ انسان جاي ياكل واش من اختلاط هذا؟ تاع واش اختلاط؟ اختلاط داروا مناكر، داروا انسان جاي ياكل دخل شغل، دخلت الريستورون كي تخش الريستورون تلقى نساء ورجال ياكلوا عائلات ياكلوا، هذه تسمى اختلاط. لازم نديروا ريستورون للنساء ونديروا ريستورون للرجال ولا كيفاش؟ دونك لا غالب كما قالت لي واحده قبيل دارت تعليق وقالت لي هكا بداو التسعينات ليندا، عندك الحق يا ليندا، هكا بداو التسعينات وحنا رانا في اكثر من التسعينات ربي يستر عليك. دونك كان واحد الدعشي مسكين طفل جندي دعشي، يسمى جندي دعشي مازال صغير مازال ماهوش ضابط تاع الدواعش، هذا جندي بسيط، جا دار فيديو وكيما قال واحد ويدعي على الناس، وبلاك شفتوها في الفيسبوك نتاعي، دوكا ما شافوهاش نتاع اليوتيوب، نعقب لهم هذا يشوفوا هذا السيد هذا كيفاش ما عنده حتى علاقه بالجزائريين، لا في اللباس نتاعو لا في الهضره نتاعو لا في حتى حاجه نتاعو، انسان مسكين دوخل ومخو هذا السيد هذا، ما على باليش كيفاش مازال ما طلعش للجبل ومازال ما فجرش نفسه يهضر في واحد الهضرات، يعني وحنا يعني شغل باكزومبل، حنا بالنسبه ليه حنا كفار، غير هو اللي يعرف، غير هو اللي جاي ينصح، غير هو اللي الور. دونك اسمعوا تشوفوا معايا هذا الفيديو هذه ونعاودوا نرجعوا ان شاء الله. راح نشوفوا الساعة كيفاش بدات كيفاش الاورغانيزاسيون، كيفاش الناس بداو يتعشاو وياكلوا مع بعضهم، ومن بعد نعاودوا نرجعوا شوفوا مليح. Thank you.
دونك دوكا نسمعوا لرئيس بلدية الجزائر الوسطى السيدة بن غالية تمد رايها في هذا العشاء هذا. فوالا دوكا دوك نروحو نسمعو هذا الجندي اللي قلت لكم عليه، الجندي هذا لوم دو تروب هذا اللي مازال هو لوم دو تروب تاع الدواعش، ماهوش حاشا كيف اسمو لي زوم دو تروب نتاعنا الرجال الفحوله يرقازن، هذا اوم دو تروب نتاع الدواعش، ما عجبوش الحال وهاوجا يحرض في الناس، وكما قالت لك ليندا هكا بدات التسعينات. هيا نسمعو هذا الداوع الداعشي واش يقول. تبعتو وشفتو على كل حال، هو يعني جات شويه سلامات، مانيش فاهم انا كيفاش ما جاوش الدواعش منعوهم باش يديروا باش يحطوا الطوابلو باش هما حالتهم تكلحوا، ما على بالهمش بلي يديروا غناء وكذا، حبوا يحسبوا يحبوا يديروا فطور جماعي برك ويروحوا، كي خدعوهم وداو غناء والناس شطحوا غناوا، وهذا الناس هذو ما عجبهمش الحال، وهاكم تشوفوا هذا كما قلت لكم هذا الجندي البسيط نتاع الدواعش كيف جاي قال لهم بلي فجار، وراهم سبهم ودعا عليهم عند رب العالمين، يعني باش ربي العالمين يهلكهم، وكما يقول هو واحد كيما هذا مسكين، يعني واش نقول لكم انا الغالب انا ماشي باش سوربريز، الغالب واحد كيما هذا مزاجك ياك مزاجك هذا، حتى هو دخل ليكول وكيما قال بالك حتى ليكول ما راحش، بالك دخلوه ديريكتومون لكانش مساجد من المساجد وعمرهم، هذا واحد كيما الطفل هذا، هذا راهو ستين بومب اومان باش يكون في عينكم، هذا راهو كيما قال واحد راهو قادر ينفجر في كل وقت، ينفجر راكم تشوفوا كيفاه اللبسه نتاعو دوكا، هذا اسكو هذه لبس تاع واحد جزائري يرحم والديكم، حنا جامي شفنا جزائريين يلبسوا كيما هكا، جامي حنا الجزائريين نظاف جزائريين تشوفهم تقول دي زوروبيان نساء ولا رجال، دوكا الغالب هاكم تشوفوا النساء كيفاش مساكن لحوهم في الحبس نتاع هذاك البرقع هذاك،
واللي تبرقعت تبرقعت واللي تهجبت تهجبت وكيف اسمه النظام هاك تشوف فيهم الماسكولان كيفاش مساكن بالحي نتاعهم والجلابات وكذا. ومنها قريب يرجعوا الجزائر افغانستان. هذا لو جون هذا على كل حال دوك نشوفوا اون بالي دونتيفي بتاتر نشوفوا كيفاش بالك يعيطوا له يشوفوا معاه ترى واش شكون هو هذا وشكون اللي بعثوه كيف علاش يسب الناس وعلاه يطيح الكلام للناس. على كل حال حتى ليبرتي ديكسبريسيون راهي عندها حدود. انت تمد واحد ما قالك واحد ما عرضك واحد ما قالك روح تاكل ولا روح تشوف ولا انت خرجت من الجامع عجبك الحال روح تروح لدارك سيتو. الناس خليهم دبر راسهم خليهم ما تجيش انت تنعتلهم ولا قال كيفاش في رمضان راح تدبر عليهم انت يا رمضان ولا شعبان ولا واش كاين يدير واش يحبوا يحبوا اللي يحب يشطح يشطح اللي يحب يسهر يسهر اللي يحب يروح يصلي التراويح يصلي التراويح. هذه هي كيما قال واحد هكذا كل واحد اللي ليبر دو فير سكي فو وخلاص. مازالت الجزائر ماهيش دوله اجراميه باش تحتم عليهم يغنيو لك طلع على البدر وعلينا وهو عمره ما طلع على البدر عليكم من اللي كنتو هو غير الهم اللي طلع عليكم. فوالا دونك هذه هي الشيء اللي حبيت نعتو باش يشوفوه جماعه اليوتيوب باسكو سور فيسبوك الناس شافوه قبيلت وبزاف الناس اللي مدوا رايهم. هذه هي الجزائر حبوا لها هكذا. وانا ديما نقول للمسؤولين نتاعنا انتوما اللي راكم مسؤولين انتوما عندكم واش يقولوا جروند 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 بارتي في الشيء اللي صار دوكا في البلاد. بالك الخطره الجايه ما يخليهمش خلاص يحول خلاص مادام هذه هي داروا فيها شويه غنى وسمعنا الهاشمي كروابي والناس غنات والناس سون ديفولي كما يقول واحد. هذه الناس هذو هما منعوا الناس حتى باش تخرج في الليل كي تلقى يلقاو دي كوبل في الليل ما يعجبهمش الحال ما يعجبهمش الحال. دونك حبوا يرجعوا الجزائر افغانستان بيس هذا هو. ما نطولش عليكم نقول لكم صحة فطوركم ان شاء الله نتلاقاو بعد الفطور ان شاء الله. الناس اللي ماهوش صايمين نقول لكم بون ابيتي يا توتالور ان شاء الله هنا في دوتر فيديو اذا كاين دوتر انفورماسيون.